مرحبا بكم من جديد الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. هذه مش تصبيحة على غاديو ماد مكملين معكم حتى نص النهار باش نرجعوا بطبيعة على الفيديو اللي أثار الكثير والكثير من الجدل. الفيديو اللي تم تداوله أمس ومتواصل حتى لليوم بخصوص الأم اللي تشرب في ولدها الصغير في الكحول وفي جلسة خمرية دونك معناها ملمومين فيها برامو أكثر من واحد ومعهم الأم هذه والصغير تشرب فيه في المشروبات الكحولية ولا ويتكيف تعطيه في الدخان معناها بشي تكيف. العباد اللي شافوا فيه استهتار كبير من الأم هذه الوليد الصغير ما هو فهم حتى شيء جوست يشوف في أمه واللي معاها دونك يمارسوا في ممارسة معينة يحاول هو يتبع فيهم ومش فهم حتى شيء دونك ما ثم حتى مسؤولية في التصرفات هذه. هذاك علاش العباد الكل تقول لك ويني المندوبية الجهوية لحماية الطفولة وينو القضاء. كنا شفنا وسمعنا بطبيعة تدخل القضاء ولكن زاد كيف باش ناخذوا تدخل المندوبية الجهوية لحماية الطفولة بالمنستير لأن الواقعة هذه صارت في زار الدين في ولاية المنستير. حاضر معنا بالتليفون سي كمال عبد اللاوي المندوب الجهوي لحماية الطفولة بالمنستير. مرحبا بك سي كمال. أهلا وسهلا بك. مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي راديو ماد. شكرا لك سي كمال يعيشك. شكرا لك. دونك بطبيعة أكيد راهو المندوبية بعد ما شافت وطلعت على الفيديو هذية تحركت في الأبان. شنو اللي قمت به بالضبط سي كمال؟ أكيد يعطيكم صحة. هو بالضبط هو للتصحيح هو الواقع ما صارتش في زرمدين. هي حسب الإشعار الوارد علينا هو كونا صارت في جمال ومازال الموضوع مش متأكد كونا صارت في جمال ولا في غير جمال. مبدئيا احنا حسب الإشعار اللي جانا فهمتي قام مندوب حماية الطفولة بالمنستير جست فقط سي كمال الإشعار من شكون جاكم؟ معناها مواطنين عاديين ولا من العائلة؟ احنا جاتنا برشا إشعارات. لا مش من العائلة لا جاتنا برشا إشعارات وهنا بالمناسبة معناتها نحيي كافة المواطنين معناتها اتصلوا بينا وهذا يؤكد معناتها فهمتي وعي المواطن التونسي ومواطن تونسي بقيمة الإشعار لأنه معناتها في الإشعار معناتها إنقاذ الطفل معناتها يمكن تعرض إلى حالة تهديد وبطبيعة الحال الإشعار هو فهمتي واجب على كل انسان وعلى كل مواطن تونسي فهمتي باعتبار كونه اشعار من شانه باش يرفع معناتها فهمتي حاله تهديد عن طفل موجود معناتها في اي مكان معناتها من تراب الجمهوريه فهمتي. هنا حبيت نضيف لكم الخوين المستمعين كونه بالنسبه لنا اول ما جانا اشعار قمنا باعلام معناتها الفرقه المختصه بالبحث في جرائم العنف ضد المراه والطفل بجمال اللي هي زاد هي علاش هو زرمدين تو كلمه زرمدين خاطر هو العنوان نتاع الفرقه هو زرمدين هذاك علاش وقع خلط معناتها في الامور معليش هو جوست التوضيح وقع كيف اعلام النيابه العموميه فهمتي اللي تاذن معناتها فتح تحقيق معناتها في الغرض وبقينا الاخر معناتها الساعات الاخيره معناتها من الليل معناتها بالتنسيق مع الفرقه المختصه معناتها لايجاد معناتها الام هذه فهمتي وايجاد معناتها الطفل وبطبيعه الحال اتخاذ التدابير اللازمه سواء كان الجزائيه على مستوى فهمتي الجريمه معناتها الحاصله واللي تعتبر معناتها اعتداء صارخ على الطفوله واعتداء فهمتي على فهمتي مصلحه الطفل خاصه فيما يتعلق اي مصلحه الطفل الفضله فيما يتعلق خاصه وكون معناتها الممارسات هذه ممارسات من شانها باش تخل معناتها وتمس معناتها بالمصلحه سواء كان البدنيه والمعنويه للطفل واخر معناتها المستجدات كونه تعرض في اللحظات الاخيره وانا كان فيكم تو توصلنا الى الام والطفل تعرفنا الى الام والطفل وحبيت نوضح الصوره توصياتك بكري قدمتها للساده المستمعين مش هذيك هي الصوره هي الصوره كونه السيده الموجوده في الفيديو مش هي الام هي صديقه الام صديقه الام فهمتني وبطبيعه الحال احنا تو باش نبشروا الموضوع مع الواحد مع الوحدات المختصه في المجال هذايا واحنا بطبيعه الحال باش نقوموا بتامين الطفل معناتها الطفل كيفاش جاي للصديق معناها صديقه الطفل فاش تعمل معاه؟ انا كنت نفكر في اللحظات هذيا شكرا انا تو خاطر علاش تو هو مازال راهو الموضوع مازال قايده معناتها القايده التعاهد فهمني تو حاليا مازلنا تو في اللحظات هذه قلت لك احنا توصلنا لكن مازال الطفل ما جاناش تو مبدئيا تو فهمتني مازلتوا ما لقيتوش المكان ولكن تعرفتوا على صحيح لقينا المكان وتو هو تو في طريقه الوليد في طريقه الينا باهي حاليا في طريقه الينا فهمتني تو في اللحظات هذه باش نقول لك حاجه اخرى بالنسبه للفرقه بالنسبه للمصلحه الوطنيه لوقايه الاحداث تعادت معناتها مباشره بالموضوع وهما كيف معناتها ممكن فهمتي
معناتها في معناتها في اقرب وقت باش يتصلوا بنا هنا وباش يباشروا الموضوع في في المجال. المراه الموجوده في الفيديو انت قلت لي معناها صديقه الام، تم الايقاف ولا ما تمش ايقاف؟ مازال ما نعرفش، مازال ما نعرفش، خاطر هما توازيه من اختصاص الوحدات معناتها الفرق الامنيه المختصه. فهمتني، ما نجمش نعطيك معلومه واضحه في المجال هذا، خاطر لازم نتصلوا بهم ونشوفوا شنو صار في الموضوع. ايوه دونك بالنسبه لنا احنا كمان دوب حمايه الطفوله باش تبدا الامور واضحه. هو انت سيرتك سالت فهمتي اين، قال معناتها ثم اطراف قالوا اين مندوب حمايه الطفوله، مندوب حمايه الطفوله موجود موجود ويتدخل معناتها في 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 الوقت المناسب وفي المكان المناسب. فهمني، مندوب حمايه الطفوله يتدخل معناتها في في الحالات اللي يكون فيها معناتها سلامه الطفل البدنيه والمعنويه، فانت معناتها في خطر ولا كذا، واحنا فهمتي تدخلنا في تقريبا في زمن قياسي معناتها فهمتني. لكن علاش احنا تو فهمتي، خاطر قعدنا نبحثوا اين معناتها يوجد الطفل، خاطر احنا تو لاخر لحظه ماناش عارفين الطفل موجود في جمال ولا فهمني، حسب ذاك حسب الاشعار يهبط في مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن تو تاكدت لنا الوضعيه فهمتي، وهي تو حبيت نصحح هذا الباحث، المعلومات اللي هبطت في مواقع التواصل الاجتماعي راهو فيها برشا معلومات خاطئه. يعني تاكدت لنا تو، خاطر تو هي الام هي اصيله منطقه اخرى مش اصيله منطقه جمال، وقالت لسان معناتها بالهيكل المعنيه، فانت باش انتي يمدونا بالمعطيات الصحيحه وسيقع التدخل لفائده العائله ولفائده معناها اللي فهموا انه الوليد مش عايش مع امه هكا، معناها هو في بلاصه شوف احنا تو راهو مازال ثم حاجات راهي باش تتوضح في الساعات القليله القادمه. واضح بحول الله. انا تو قلت لك فهمتي الطفل هو في اتجاهه الينا ان شاء الله، الام كيف كيف، وثم الفرقه معناتها كذا. انا انت تو طلبتني ربما في وقت حساس جدا، تو حاليا انت طلبتني وقت حساس جدا اللي احنا تو متعهدين بالموضوع. المهم الوليد الصحه لاباس، ربما في لقاء معناتها قادم ناخذوا المستجدات. جست فقط للتوضيح سي كمال، تو في حالات كيف من هكا معناها كي تصير التجاوزات، احنا تو لهنا قلنا ماهيش الام وما نعرفوش، ما زلنا نزيدوا نبحثوا بحدات اخرى، تنجم تكون الام موجوده ولا مش باينه في الفيديو. شنو هي تكون العقوبات معناها انتم الاجراءات اللي تاخذوها في موضوع كما هكا؟ الاجراءات الجزائيه من اختصاص الاجهزه الجزائيه، اجهزه العداله الجزائيه، ما نجمش نحكيو على الجانب نتاع المندوبيه مثلا. جانب مندوب حمايه الطفوله هو التدخل الوقائي لفائده الطفل، احنا عاده في الوضعيه هذه يقع فهمتي تامين الطفل بمؤسسه او بعائله بديله في انتظار معناتها ايجاد الحلول اللازمه لابقائه في محيطه العائلي. اي معناها تنجموا تاخذوه من العائله معناها لمصلحته. فوالا اي بطبيعه الحال احنا فهمتي اذا الطفل فهمتي وقع انتهاك حرمته ووقع انتهاك المصلحه الفضله نتاعو فهمتي على المستوى البدني والنفسي، يقع فهمتي اخراجه من الوسط الموجود فيه واللي هو العائله، وتامينه بمكان امن تحت مسؤوليه مندوب حمايه الطفوله في انتظار البت معناتها في الموضوع. وهنا فهمتي باش يقع زاد كيف تشريك ولا اشعار من اشعار قاضي الاسره لاتخاذ القرارات البديله ولا القرارات الملائمه في الغرض. فوالا واضح دونك. وسنوفيكم لاحقا باذن الله معناتها باخر التطورات ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك سي كمال عبد الله. بالمناسبه من خلال المسرح نتاعكم نشكر كافه المواطنين اللي تدخلوا اشعرونا معناتها بالوضعيه، وهذا معناتها ياكد كونه معناتها المواطن التونسي واعي ب بدا معناتها التصرفات هذه تشكل خطر على الاطفال اللي هما مستقبل بلادنا واللي لازمنا نحافظوا عليهم. جوستومون يعطيك الصحه سي كمال عبد اللاوي المندوب الجهوي لحمايه الطفوله بالمنستير على التدخل على التوضيحات اللي قد